واحدة بيفوز على العين الإماراتي بهدف للا شيء في نهائي كأس أبو ظبي، مصرف أبو ظبي الإسلامي. وطبعا مباراة كانت جماهيرية روعة جدا، مباراة شفنا تكريم إسماعيل مطر النجم الكبير أحد أساطير الكرة الإماراتية، الحضور الجماهيري، المباراة كانت عاملة إزاي. هنتكلم في كل حاجة عن الماتش يا جماعة، بس قبل ما نبدأ في التفاصيل عايزين نقول على حاجة. الناس متعودة إن العين بقى خلاص بعد ماتش النصر والهلال إنه هينزل بقى المساحات والكلام ده كله، وهتشوف بقى الفرص، وان العين ضمن المباراة، وان العين هيكسب الوحدة، وده يمكن كل يمكن غالبية جمهور العيناوي ما تعلمناش من درس النصر والهلال. الثقة الزايدة دي بتخليك تخسر، الثقة الزايدة دي بتخليك انك انت ما بتركزش في الجيم اكتر ما بتركز ان خلاص ده من النتيجة. بالعكس، ان احترامك للخصم هو ده مكسبك، انك تحترم خصمك. وعلى فكرة الوحدة من الفرق القوية جدا، الفرق اللي ممكن تقع بس ما تنهارش. يعني ممكن تبقى انت يمكن الوحده مش بعيد في الدوري السنه دي، مش هو دي كره الوحدويه خلاص، يمكن وصل قاب قوسين او ادنى من تحقيق الدوري. العين يمكن في المركز الثالث او الرابع، العين الوحده المركز الثالث او الرابع، العين اعتقد المركز الخامس. الفكره مش كده، الفكره قد ما في فرق لها شخصيه، في فرق يعني الوحده من الفرق لها شخصيه. مهما حصل مع الوحده، ماتش العين لازم يعني تعمل له 100,000 حساب. العين بيلعب الوحده لازم تعمل له 100,000 حساب، ولازم تبقى مذاكر الماتش كويس جدا، ولازم تبقى انت عارف ان الوحده في اي لحظه ممكن يكسبك، لان الوحده بيعتمد على طريقته، على اسمه، على انتشار اللعيبه في الملعب. يعني احنا امبارح شفنا يا جماعه العين بيلعب 4-1-4-1، لعب طبعا بالاحبابي اللي ما كانش موجود الشوط الاول، يمكن ما شفناش بندر الاحبابي. وايريك يا جماعه، ايريك اللعيب ده مؤثر جدا يا جماعه في العين. ايريك الباك ليفت ده مؤثر جدا في العين. يعني احنا شفنا امبارح فعلا الجهه الشمال دي مش موجوده. يمكن حاول يحيى نادر شويه يجي في الشمال يحاول يساعد، لكن يحاول، لا يحيى نادر راح اليمين شويه مع بندر الاحبابي، لكن بتكلم على الجهه الشمال. لا، ايريك كان مؤثر جدا غيابه. لكن امبارح شفنا لابا يمكن بيحاول، العين بيلعب كرات عرضيه ما عادش عنده حلول. تغييرات كريسبو انا شايفها الخطا جدا، انك انت تطلع يونج، وطبعا تطلع كمان بلاسيوس اللي كان طالع ومتضايق. انت بتطلع لعيبه عندها قرار، لعيبه عندها بتقدر يعني تغير نتيجه المباراه باي لحظه، لعيبه بتقدر تمسك تستحوذ تشوط ترفع عينيها تقلع بيمين شمال. يعني ما ينفعش انت تطلع التغييرات الساذجه اللي انت عملتها امبارح دي. والعين يمكن شفناه في ماتش الهلال والنصر متفوق ليه، لان الفرق كلها يمكن الهلال والنصر بتلعب دفاع متقدم، عشان كده كان في مساحات لسفيان الرحيم اللي كان بيتفسح. سفيان الرحيم كان بيعمل كله عايزه، لكن سفيان الرحيم بطريقه لعب الوحده، طريقه لعب الوحده الدفاع المنطقه اللي خلاص مديلك الكوره ونازل تحت الكوره بتصعب عليك، مفيش مساحات. بالعكس، انا شفت لعيبه الوحده واقفه يعني باقل مجهود فازوا على العين. انا بقولها كده، باقل مجهود اللعيبه واقفه عارفه بتعمل ايه. يمكن انت بتتكلم في استحواذ 75 25، والكوره ما عادتش بالاستحواذ، ما عادتش بالاستحواذ، ويمكن 37 كره عرضيه الوحده، لا شوط على المرمى 14 4. الفكره مش بالاحصائيات، حتى شفناها في ريال مدريد يا جماعه، شوف احصائيات ماتش ريال مدريد والسيتي، الاحصائيات كلها للسيتي، يمكن ضعف اضعاف الاحصائيات بتاعت ريال مدريد السيتي في التصويبات، في الاستحواذ، في التمريرات العرضيه، في التمريرات الصحيحه، في الاختراق من العمق، في الشوط، في كل حاجه، الركنيات، كل حاجه. الكوره ما عادتش بتعترف بالاستحواذ والكلام ده، الكوره بتعترف بالايجابيه، بالطريقه، بالتهديف، انت جبت ولا ما جبتش، انت عملت بالكوره اما كانت معاك ايه، ضيعت ازاي. فانت امبارح لو بصيت هتلاقي كوره واحده بس اللي هي لابا كوجا اللي جت في القائم بس، لكن كفرص اكيد بالعكس ما شفناش حاجه تذكر. يعني امبارح كان بندر الاحبابي والهاشمي وتوني خط الظهر، وطبعا كمان كوامي اللي انا شايفه كان الشوط الثاني كان كويس، لان ما فيش كوره كانت لعب عليه، يعني ما كانش في لعب جامد جدا على العين الشوط الثاني. بالعكس، الوحده سايب الكوره للعين، وشفنا سوسو وطبعا كاكو ويحيى نادر وبلاسيوس اللي طلع طبعا اكبر غلط، ورحيمي اللي ما كانش موجود اطلاقا في المباراه. ليه؟ لان دايما بقول رحيمي على السرعات، رحيمي على المساحات، رحيمي لما يبقى في مساحه هيلعب على يعني هيتعب اي خصم. ولا بكون جان انا شايفه ما عملش اي حاجه امبارح، هي كره العارضه بس. يعني مع احترامي شايف يعني المفروض كان يكون مذاكر اكتر من كده. انا بالعكس، انا كنت نفسي من بدري، يعني انت تملى سفيان رحيم كان لازم يطلع من بدري على فكره. يعني خلاص طالما انت مش مطلعه وهتعتمد على العرضيات، هتعتمد على العرضيات، خلاص لا، خلي لابا ونزل نص ملعبك واعمل نص ملعب فيه استحواذ وزحمه بس اهم حاجه بلاسيوس ويونج ده ما يطلعوش من الملعب.
لكن امبارح شفنا الوحده، عمر خربين اللي خرب الدنيا امبارح. عمر خربين جات له اكتر من كره يا جماعه كان ممكن يخلص الجيم. ده في كره امس اتلعبت له يا جماعه، ده بيوقف الكره ما توقفش بوش رجلك جول، لو انت عايز تطفشها هتدخل جول برضه، لكن عايز يوقف ويعمل لي فيلم والكلام ده كله. وانا بقول لعيب بارد، بس اللي مكيفني يا جماعه، اللي مكيفني في الوحده عندهم اللعيب رقم 7 اسمه احمد نور الله، وربنا لعيب رهيب، وربنا لعيب عالمي، يمسك الكوره تعمله التعظيم سلام احمد نور الله بتاع الوحده رقم 7، لعيب مش ممكن، لعيب يا جماعه قسما برب العزه لعيب مش ممكن، لعيب يعني ازاي وقفته في الملعب، ازاي بيجري بالعرض، ازاي طولي، ازاي بيرفع راسه، ازاي بيلعب التمرات الطويله، ازاي تمرات العمق، ازاي بيشوت، كل لمسه او كل كوره كان يمسكها احمد نور الله دوت اللعيب الايراني يعني لعيب عالمي بمعنى كلمه، لعيب ممتع، لعيب مؤثر جدا. كان زيه في الجهه الثانيه طبعا مع الفريق، طبعا في لعيبه ما تطلعش يعني بلاسوس ده ما تطلعوش، يعني بلاسوس ده مهما كان ما تطلعوش. فكريزمو امبارح لعب الجيم غلط جدا، وطبعا لو بصينا طبعا الان اللي هو النجم طبعا الان لويرو البرازيلي مع احترامي الشديد انا ما كانش موجود، بس كان بيعتمد كلهم على الدفاع، يعني الواحد امبارح كان بيعتمد على الدفاع المنطقه اكتر، وبيحاول يستغل اذا كان في مساحات، لكن هو عايز خد اللي هو عايزه، اللي واحدة واقف صح في الملعب، عنده انتشار كويس جدا في الملعب، الواحدة بيلعب برضه بثقة، الواحدة من الفرق اللي ما بتنهارش، العين ما ذاكرش كويس، العين غلط نفس غلطة النصر والهلال، المدرب ما ذاكرش الجيم، ما عندوش بدايل، ما عندوش حلول، وده جرس انذار قبل النهائي الآسيوي، يعني ده جرس انذار للوحدة للعين قبل النهائي الآسيوي، مش كل الطريقة، مش هتلاقي اللعب المساحات، حاول تشوف حلول، اختراقك من عمق ايه، العرضيات ازاي، التصويبات ما شفناش ولا تصويب امبارح يا جماعه، ما فيش اي حاجه، فرقه عامله تكدس على المنطقه على الاقل يبقى في تصويب، في حلول، في اختراقات مهاره واحد على واحد، ال1 2 اللعب السريع، ما فيش اي حاجه. ففوز مستحق للوحده امس على العين، نتمنى بقى العين يشوفه ان شاء الله في النهائي الاسيوي، يكون مركز، يكون اللعيبه اكتملت، ايريك انا اتمنى له الشفاء ويكون